سلام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد و فيديو غريب اليوم. رجعنا لكم اليوم بسلسله الطبخ. اليوم يا جماعه عندنا فيديو خرافي، راح نطبخ اليوم طبخه جميله وخفيفه وظريفه. اليوم انا وليد راح نطبخ مناقيش. راح نطبخ انا وليد معجناتي خفيف بالبيت. فلذلك تابعوا الفيديو عشان تشوفوا كيف الطريقه وكيف راح نعملها. ان شاء الله ما نخبص، يعني ان شاء الله. لا انا متاكد انه راح نخبص. الله يستر. يلا. طيب يا جماعه، نعم. طبعا انا بعثت لماما قلت لها بدي الوصفه، هي ماما حاليا برا البيت هي وبابا. فانا بعثت لها قلت لها بعثي لي كيف ممكن اسوي العجين. اول شيء يا جماعه قبل ما نبدا لازم نسوي العجينه اللي راح نسوي في الفطائر. تمام. نعم. اوكي. معجنات. بس نعمل عجينه. تمام، فضحتنا. اول شيء نعم عجينه. هلا العجينه في مرحلتين. طبعا المرحله صحيح. الاولى التليفون. اوكي تمام، بنجيب صحن. ايوه صحن. واجيب صحن. صحن احنا عندنا بالبيت. وين الصحن؟ وين هاي؟ وين الصحن؟ هاي هذول. هذا ايوه. احد هذول اخضر. الاخضر. والله كسر كسر عادي. والله ماما لا تبهدلنا. لا اليوم ما في بهدله ان شاء الله. يلا بسرعه. طيب المرحله الاولى. نعم. 2 كوب حليب سائل. يلا جيب حليب بسرعه. تيرم تيرم تيرم. انت جيب من البقاله. رحله البحث حاليا عن طحين وحليب من البقاله، فان شاء الله يكون عندهم. بس اللي عنده طحين حليب، طحين حليب للبيع. طحين يا اخوان، طحين. طبعا يا جماعه وصلنا على البقاله. السلام عليكم. كيفك حبيبي؟ كيف حالك؟ شو اخبارك؟ جي قلبي. طبعا وصلنا على البقاله. فيكم حليب؟ احنا اللي عندنا. وطحين؟ عندنا بس طحين وحليب. يلا يلا. طبعا هاي الطحين والحليب صاروا جاهزين. ان شاء الله لما نروح نحتاج شيء ثاني، لانه ما اخلق ارجع انزل على البقاله. المهم فان شاء الله بزبط. فاخترق ابوه. طيب يا جماعه، طبعا عصومي جاب الاغراض من البقاله والامور تمام، وهلا بدنا نبلش. يلا عصومي، اول شيء بنجيب زي ما حكينا الحليب. بنجيب كاسين حليب كبار. اوكي تمام. اوكي جيب لي الصحن لو سمحت. وين الصحن؟ ايوه كب عادي. تمام. اوكي بسم الله. حليب سائل. اوكي هاي واحد. اوكي تمام. انت نص طشرته برا عادي؟ لا عادي. داني نجيب الثانية. حلو؟ نجيب الطحين بعدين. تعال حط. تمام؟ يلا. كم؟ لازم نتأكد بالواتساب، لازم. كم؟ 2 كوب طحين. 2 كوب كبير ولا صغير؟ لا كبير. تأكد؟ الله يستر منك. هي كاتبه كوب بس مش كاتبه صغير ولا كبير، فانا قاعد بألف من عندي. حلو. اوكي هاي الطحين. اوكي. لا واضح انه حناكل عجينه اليوم معجنات. ما حتاكل عجينه، حتاكل معجنات اليوم. تمام. هاي 2. حلو. وبعدين ايش بتساوي؟ ايش تساوي؟ خميرة. ايش؟ شو خميرة؟ شو خميرة هاي؟ من وين جيب الخميرة هاي؟ شو خميرة؟ ميمي خميرة فاطمة. مين خميرة؟ لحظة شوي. مكونات عجينة. اسد دايما حتى اقول لكم. اوكي اطلع ماما. شو طلع الخمير؟ اطلع ماما عندي الخميرة بالثلاجة. ايوه تمام. شك انه في غلط على الموضوع. كم راح تحط؟ ميم كاف، يعني معلقة كبيرة. ميم كاف. هي رموز الريح حسنا. اوكي هي الميم كاف. وين الميم كاف؟ معلقة كبيرة عشان ولد ما يحس حاله انه هو ما اشتغلش اشي. بده يحط الميم كاف. ميم كاف المعلقة كبيرة. معلقة كبيرة من الخميرة. هيك تمام؟ لا اوكي ما احط. ماشي منيحة يلا. طيب تمام. بعدين بتجيب ايش؟ 2 ميم كاف سكر. سكر. كده. طب سؤال، احنا ليش عم نشتغل هون؟ ليش ما نجيب هاي نشتغل هون؟ نشتغل هون احنا. خلينا هون الضوء. تمام؟ امسك هاي معلم ميم كاف. خش علينا بدنا ميم كاف سكر معلم. تعال لو سمحت. يلا. شوف هي كبير. هي اول ميم كاف. روح. معلقة كبيرة. تمام. بعدين ايش؟
2 ميم كاف. اوكي. 2 ميم كاف ثانية. تمام. بعدين ايش بتحط؟ بتحط نص معلقة ملح. شو؟ نص معلقة ملح. نص معلقة كبيرة من كاف؟ لا لا صغيرة. صغيرة؟ اه. اوكي ولد هاي ملح الملاحة الكبيرة هاي بسموها. روح. بس 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 بس. هيك؟ اه منيح هيك. يلا روح. 1 2 3 يا وهي حطينا ايش نص معلقة ملح. هلا ايش بنسوي؟ ايش بنسوي؟ لازم نخلط هلا. يلا اخلط انت. اي طيب امسك ها. يلا اوكي طيب. يلا ها عالصوت راح يخلط المكونات كلياتها مع بعض. هاي طبعا العجينة. كيف البداية بجيب جلافز وبايديك. اه والله انا شكو بايديك. لا 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 هذول في خلاط. هيا هاي ايوه. يا طباخ انت يا طباخ. افرجيك كيف. سينا شغلة. شو؟ عشان ما نوسخ حالنا. شو؟ لا يا هون جاي. هي الامور الشطور اللي رح تلبسها عشان ما توسخ حالها. شو هي؟ مين هي؟ هاي انت. يلا. يلا البس. ها. اعطيني انا الثانية. ليش فلور طيب؟ شو؟ ليش فلور؟ عشان ست البيت الصغيرة. اه ست البيت الصغيرة يلا. طبعا عجين لازم هيك نسوي فيها. كيف كيف؟ هيك هيك شوفوا هيك. اشك انها مش عجين لانه في ريحة شيء غلط. تمام. اه حطه بالطاولة هون. يلا بلش اخلط يا كبير. بس مش هيك بخلط على فكرة. لازم تجيب الخلاط هذيك. ايه الخلاط اصلا. يا حبيبي لا جد بحكي جيب. شو؟ بدنا خلاط. وين خلاط؟ لا لا ما حنحطه بالخلاط. مش بالخلاط يا حبيبي. اصبر اصبر امسك شوي. عصوي دي جيب جيب شوف عصوي شو جاب. لقيتها. يا حبيبي هاي تبعت القهوة. تزبط. رمجو. اه. لا 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 عصوم عصوم لا لا يا سنه عصوم عصوم ما بزبط عصوم بدك الكبيره يا عصوم بدك الكبيره اسوي هيك ما بزبط عصوم لا يلا رد طيب يا جماعه طبعا ايش اللي صار بتطلع معه نساله هو ال شو اسمها؟ الجهاز اللي بيخلط الخلاط طلع انه لازم نعجن العجينه بايدينا الجلافز نحط الجلافز بايدينا قلنا هاي مو كيكه هاي شو اسمه عجينه بالضبط فمسك الجلافز لا 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 ايش في؟ انا رح اخلط بس لحالي لا والله؟ اه اوكي لانه لازم هيك باحترافيه ودقه عاليه جميل تعرف هذول لا تعرف الدكاتره شو بيعملوا شو بتعمل هون؟ شو بتعمل هون؟ بدي اساعدكم بدك تساعدنا؟ يلا 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 لبسوا جلافز لو سمحت لبسوا جلافز يلا تعرف التكاتف شو بيعملوا؟ شو بيعملوا؟ شوف يلا وبيلبسوا المريض شكو بيلبسوا المريض؟ لبسوا المريض قال يلا طب اعطي البس زياده جلافز بسرعه تفضل يلا يلا وليد تفضل يا مشمش اي وحده بدك ايوه خلص وحده بكفي بس وحده بكفي يلا بس يلا بس وحده يلا يلا غلص شو بدنا نعمل؟ نغوط نغوط يما يما يلا يلا جيها كيف؟ يلا جابي يلا اخلط 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 طب حط لنا القفل يلا حاضر تعال 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 يلا بدك انت كمان تخلط يعني؟ بدك تخلط معانا؟ ولعت يلا حاضر ها طيب يا جماعة الان راح نبلش خلط يلا جدو يا جاهزين؟ بدنا نخلط منيح 1 2 3 بتحمس يا بدي يلا اخلص لا لا مش تغمس ايديك اخلط يلا يلا اخلط يلا جادو يلا جادو اخلط اخلط ايوه اه فرق افرط ايوه روح هيك شوف اعمل فيها هيك 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 امسكوها ايوه 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 طيب يا جماعه هاي المرحله الاولى هلا هو مرحلتين العجين هلا راح نتركها 10 دقائق نغلفها 10 دقائق ونرجع نسوي المرحله الثانيه عشان تشوفوا كيف حتطلع العجينه فيلا طيب يا جماعه خلصنا من شو اسمه المرحله الاولى بالعجين والان المرحله الثانيه شو بدنا نعمل شو هي المرحله الثانيه شو هي لازم نحط 3 كاسات كبار من الطحين كمان 3 كاسات اي نعم حلو وهي ثلاثة طيب في ريحة عجيب بالموضوع لا يا رجل لا يا رجل طيب بعدين بعدين نص كاسة زيت كبيرة؟ اه كبيرة اه نص كاسة زيت كبيرة تأكد؟ اه طيب يا عصومي نصف كوب من زيت الزيتون نعم ايوه روح روح يا كبير كمان 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 بس كل العلبة بس بكفي بس بكفي هيك بنكون ايش حطينا نص كاسه من زيت الزيتون يلا
ازدت يعني ايش ترى تشم حيطلع لك ملوخيه مثلا؟ يلا يلا بعدين نخلط نخلط. طبعا يا جماعه بما انه عصوي مش عارف يخلط هاي هاي خلطه شوفوا لا لا ما خلط شوفوا هاي لا لا مو صح شوف الطحين اللي ضايل شايف اكيد انه ضايل الحين لا لا يا رجل اه والله لا هذا كله لازم نخلط صور جد شوف بعد لنا معلم روح وسع يلا واحد اثنين ثلاث شايف كيف هيك تعمل فيها كانك تحاربها هيك اه اه هيك لازم لازم شي زين ايوه عشان بكره وسط تتجوز حمادك تشوفك وانت بتطبخ يعني انا مش حطبخ لحماتي في الطاير وليد اه صح بس هو سؤال الشاب بيطبخ اه شاب بيطبخ طبعا والله اه طبعا هيك قربت هيها هيها والله عجينه صارت لا يا رجل والله عجينه شايف هذول الزوايا هذول هذول اذكى شيء بعرف ليش دايما بحكي بس مش اذكى شيء يس طيب هلا بدنا نسيبها خمس دقائق ونرجع لها يلا طيب يا جماعه العجينه جهزت نعم شو لازم نسوي هلا لازم شو هاي اللي بيستخدموه الطباخين دائما لا والله بيستخدموه بيسووا هيك كيف بيعملوا هيك والله حديد تمارين رياضيه كمل تمام هيك كره طلعوا هيك هاي كميه حلو تمام تسووا هيك شوفوا بتعمل دائره دائرة 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 بعدين بتجيبها على ال شو اسمه هذا الاشي لا يا اختي ها والله شو اسمه هو اسمه هذا الاشي والله امسك ونجيبها هاي مخبز تمام يلا تمام والله خبص الدنيا روح سوي هيك ايوه هاي هاي والله سلطة هايها ايوه عصوب عليك يلا روح يلا ها ها ايوه اوكي طيب تمام بعدين بالعرض والله؟ اه لا. لازم بالعرض يعني اه طبعا ايوه خبص مش عرضي هاي منيحة هاي يلا يلا دوري هلا مرة ثانية ها اقيل اقيل ها اسمع امسك تسوي ايوه كنسل يلا اغسل يلا يلا شوف يا سيدي العزيز جيب الكرة كرة كرة هيك 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 بعدين ايش تعمل هيك بتعمل وبتكبسها كيف كيف تكبسها هيك اه اوكي تمام اوكي ايش بدي اشيل ايدك لا لا ما في داعي اكبسها اكبسها تمام يلا روح يلا تيجي هاي ليش تتحرك انا ما تتحرك ها شفت شفت انك انت مش عارف ها ها شايف اوكي طلق 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 قديش باقي عجينه شو باقي عجينه وده طلع قديش اصبر ها يلا روح ايوه ها شفت شفت في التعاون قوه بس خلص بس توقف بس بكفي بكفي يا بس بسي العجينه العجينه شوف صغيره سمول أوكي. سمول فانت ما بصير تسوي كثير طويل عشان ايش ما تخرب اصبر طيب امسك يلا ها انا سمول راسي بو يلا انت تصور انا بك يلا روح يلا تفضل يلا تفضل 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 تمسكش شيء تعال امسك هيك كميه امسك يلا بس 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 خلاص ايوه بس صار لي العجينه اول عجينه جاهزه طيب ايش نعمل هلا كمان عجينه ثانيه هلا ايش نسوي اوكي يا جماعه نعم ايش لازم نسوي هلا ايش لازم نسوي هات زيت قلي ولا زيت زيتون والله مش عارف زيت قلي قلي جد قلي قلي ايش بدك نجيب زيت زيتون اوكي ايش لازم نسوي شو لازم نسوي بنجيب زيت زيتون نعم لا مش هيك نجيب هاي افتحها تمام طلع هون طلع هون بنسوي هيك رشي خفيف انت متاكد ولا بس نخلص العجينه لا بلا بلا لازم عشان نحط عليها العجينه والله وشد بوت سامليت عربي 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 خير لازم نحط سامليت الاويل ايش هي اويل 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 يلا طلع هيك هيك كيف ايوه بس هيك طلع علي طلع سوي هيك انت بتجلي هيك مش عم بتحط لا لا هاي زيت زيتون لازم تسوي هيك والله كيف هيك هيك شي زي شي زي عشان ايش؟ ايش؟ تحط لها العجين عشان ما تضلها ماسكه جوا اها فهمت؟ فهمت يلا طبعا يا جماعه اكتشفنا شغله انه قبل ما نعجن لازم نحط طحين عشان ما تلزق جوا ونقدر نحطها بالصينيه ايوه ايوه صح 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 ضبطت عيدها عيدها يلا بس 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 هيك منيح هيك منيح والله متاكد يلا لك هاي سلطه حط 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 يلا
حطها وين هيك؟ اه طيب شو بنحط؟ اصلا هي على شكل هون شو اسمه بشكل تمساح. تمساح 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 اه تمساح تمساح تمساح. يلا لا العجين اللي بعدها. يلا العجين اللي بعدها. طيب يا جماعة الآن راح نسوي ثلاث أنواع من الفطاير زعتر وجبنة ونخالق وخضر. أها فيلا يلا أول شيء يا جماعة حنسوي إيش الزعتر. طبعا عشان نسوي الزعتر إيش لازم نسوي؟ نحط زعتر على العجينة. لا يا رجل حطينا إحنا شوية زعتر لازم نحط فوق شوية زيت. تمام دي معلقة نخلطهم مع بعض. بعدين نحط العجينة. يلا يلا حطها هيك. تمام نفس اللي نسوي هيك عشان تتوزع الزعتر بجميع منطقة مناطق اللي شو اسمه العجينة. العجينة اللي عبارة عن سلطة. تمام ونحط على العجينة الثانية. برضه قلت الاوف زعتر. قلت الاوف ايش؟ زعتر. عن جد بسألك بالله عليك هاي معدل. احنا بدنا نجرب. احنا بدنا نجرب صح؟ ميبي ممكن تطلع زاكية وميبي ممكن ما تطلع مش ميبي؟ اه يلا اوكي. آه. طيب هلا ايش بدنا نعمل؟ بدنا نعمل الجبنة. الجبنة. شو هاد؟ قلت الاوف جبنة. نعم. تمام نجيب هيك. نعم. وبندهن على ال انت متأكد انه هيك الطريقة اصلا؟ اه اري شاور. شاور لا قول لا شاور. انت زين ايش اصلا ها شوف طلع انت لو يشغلوك مطعم تسمم جماعي. اوكي هلا شوي هدوء خفيف. يلا بس كف وحده ولا بكفي. ايش لازم تسوي وليد؟ شو لازم تسوي؟ عندك صوص الباربيكيو. نعم. صوص البيتزا قصدي. نعم. بتحطه على اللي هون على شوي هون على العجينه فوق الهوت دوغ فوق الموزاريلا فوق الهوت دوغ. كيف بصير معها خطوتك؟ حسيت انت حسك حسك اخوي. لا يا رجل. والله شوف تيجي بنعمل هيك. يلا شايف شايف كيف النعومه؟ كيف الحركه؟ الشيف لازم هيك يكون رايق. حركات لازم يسوي حركات. لازم هيك حركات. ايوه بدنا حركات. يلا حلو. تمام بعدين نيجي على اللي بعدها. تمام برضو نحط برواقان. تمام بهدوء بنجيب الهوت دوغ. عندنا كم قطعة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام في واحدة لازم نحطها جنب. لا لا بمزح. ها 1 2 3 4 5. هلا ايش بده يصير؟ اوكي ايش بده يصير؟ بده يحط جبنة موزاريلا. هلا موزاريلا هاي الموزاريلا. طيب يا جماعة معنا يلا وليد روح اللي هي الموزاريلا. ايوه انت كنت رح توقعها. يلا روح تعملها رشة هيك. اوبا لا 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 لا, لا. شكلها زاكية. هاي شكلها زاكية على فكرة. انا بالنسبة لي البيتزا. انا بالنسبه لي الزعتر. انا بحب فطاير الزعتر. انا بحب فطاير الزعتر بس البيتزا شكلها احلى. لا برضه انا بحب فطاير الزعتر مو كيفك. اوكي ماشي. طيب وليد نعم خلصنا حطينا مكونات البيتزا. هي طبعا مش بيتزا مش كامله نص بيتزا بيسموها هاي بالضبط. بس لذلك احنا بنكون خلصنا هيك. طيب ايش لازم نسوي؟ لازم ناكلهم. لا بمزح. قبل ما ناكلهم لازم نحطهم بالفرن. يلا حطهم بالفرن وليد. والله ولعت حاسك زي هيك زي ماما بعرفش ايش. انا ماما بتحط الهاي بالفرن. انا ولا تحت؟ لا لا تحت تحت. ايوه هون بس ولا. طيب زي اسمع زي عن جد. طيب يا جماعه هاي الفرن حطيناها على درجه حراره 180 وبعرفش هاي شو ووقت تقريبا 5 دقائق. كمان 5 دقائق راح يرجع شيك عليها نشوف شو صار فيها. فيلا المعجنات صارت جاهزة. يلا خلينا نطلع من الفرن. ريحة شيء خرافي. ريحة مش طبيعية. ناخذ هاي طبعا لازم. اوب 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 شوف شوف هاي ليش هيك مقلوبة؟ شوف شوف ايش هي مقلوبة؟ منسف منسف منسف.
هاي جبنه، هاي جبنه، هاي الجبنه بس صارت محشوه محمصه. امسك 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 امسك. يلا وين من هاي ونحطهم بالصحن. روح يا عيني. يا سلام يا عيني. يا سلام يا عيني. بدنا كمان صحنين. راح اخذ الزعتر واحصم الجبنه وجاد النقانق. يلا بسم الله. واحد اثنين. خبز زاكي. نعم. خلاص بس اخذ الزعتر. العجينه شيء مرتب مبدئيا. ها؟ والزعتر بعد راسك. بعد راسك. الزعتر شيء خرافي. الله الله الله. زاكية طيبة. جادو شو رأيك باليوم بالمعجنات؟ اوكي مية مية. طيب يا جماعة وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم وجربوه صراحة، لانه انا بنصحكم جربوه. جربوه بس امشي على الخطوات اللي عملناها احنا. وبالنهاية لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. ولا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، راح تلاقوا الرابط في الديسكربشن. ونشوفكم بحلقات ثانية ومع السلامة.